12 عاما مرت على فوز مدينة البتراء بكونها إحدى العجائب السبع في العالم بشهادة عالمية، وهي مدة كافية ليحتفل الناس هنا شعبيا ورسميا بهذا المنجز السياحي والتاريخي الكبير. الحفل الأخير اشتمل على فقرات فنية وغنائية وشعرية لفنانين وشعراء محليين وفرقة الراجف لإحياء التراث وموسيقات الأمن العام وإطلاق ألعاب نارية بدعم من الفعاليات السياحية في إقليم البتراء. صراحة هذا احتفال كثير رائع، وإحنا بنتمنى من إقليم البتراء أنه يستمر على هذه الاحتفالات، وهذه راح تنشط السياحة عندنا في البتراء. بنتمنى أنه الاحتفالات تظل هاي دائما بالبتراء، احتفالات رائعة بتعمل على ترويج السياحة. رأينا التمسنا كمان تطور ملحوظ بالبتراء بعد مرور 12 سنة عليها، بس هذا التطور المفروض أنه كان أكثر من هيك. بنتمنى بالأعوام القادمة أنه يكون أفضل نوعا ما. هاي الاحتفالات زي ما أنتم شايفين يعني احتفالات مبهجة، تعطي صورة كويسة عن البلد، تعطي صورة عن أنه التغيرات اللي في الإقليم وفي البتراء تغيرات كبيرة يعني، والناس كلها مبسوطة والناس كلها فرحانة يعني. وإن شاء الله في المستقبل بكون في تطورات كثيرة في كل أنحاء المنطقة كليات. إحنا في منطقة البتراء بنحتفل سنويا بذكرى إدراج البتراء كأحدى عجائب الدنيا السبع الحديثة، وبهاي السنة طبعا احتفاليتنا هي موجهة للمجتمع المحلي وإشراك المجتمع المحلي من خلال فعاليات مختلفة في مواقع مختلفة من اللواء، والهدف منها طبعا نعرف الناس بأهمية السياحة وأهمية الموقع الأثر عشان يكونوا داعمين للقطاع السياحي بشكل عام. طبعا هاي السنة احنا سنة سياحية جيدة بامتياز، وبالتالي المجتمع بيشوفوا أعداد السياح، فضروري كمان يكون لهم تناغم ويعني تفاعل مع العملية السياحية. طبعا كمان كان في مشاركات عديدة من فرق المجتمع المحلي والهدف دعمها طبعا، والممثلة بالدبكات والسامر وإلى آخره، وكان جزء كبير من الشريحة المشاركة من الأطفال والعائلات، والهدف طبعاً أن تكون المشاركة في المنطقة اللي خارج المحمية الأثرية عشان ابن البلد يعرف أنه المنطقة السياحية مش فقط المحمية الأثرية وإنما المناطق المحوطة فيها. حقيقة يعني كانت احتفالية رائعة في البتراء بمشاركة المجتمع المحلي بشكل كامل في أربع مواقع احتفاليات، وكان نهايتها الاحتفالية اللي احنا فيها الآن حقيقة أثرها رائع جدا على المجتمع المحلي من باب تشاركية المجتمع المحلي مع القطاع السياحي. إذن هو احتفال بمشاركة محلية يدفع المواطنين لفتح باب الأمل على مصراعيه نحو تحقيق طموحاتهم بمشاريع تنموية استثمارية خلال الأعوام المقبلة تهدف للارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة لزوار مدينة البتراء الوردية، ويشعرهم بأن المنجز منهم ولهم بالضرورة.